السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بحلقة جديدة من لعبة مد أوت 2، لعبة الحياة الواقعية الشبيهة بلعبة جي تي اي، بتنزل على الاندرويد والايفون. وطبعا يا جماعة اللعبة اونلاين، عالم مفتوح، لعبة كتير حلوة وغنية عن التعريف. سابقا عملنا عليها كتير مقاطع، فان شاء الله تعجبكم. اليوم يا جماعة الخير رح نروح نجرب شغل التاكسي. طبعا بالحلقة السابقة عن هاي اللعبة جربنا كيف نشتغل في الدليفري او بالكارغو، بتروح توصل طلبات وكذا. فحاليا يا جماعه رح نروح نجرب التاكسي، نشوف يا ترى كيف رح نشتغل في التاكسي، هل في شي تغيرات على سيستم التاكسي ولا لا. الله رح يبين معنا. فمثل ما شايفين خلينا نركب سيارتنا المرسيدس اس كلاس مايباخ. شوف لي على الفخامه يا معلم. طبعا نورجيكم الداخليه قبل ما نروح. شايفين هاي الداخليه؟ يا عين عليك. طيب خلينا ننطلق مباشرة. شغل. وقبل ما ابدأ المقطع لا تنسوا الصلاة على النبي واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتصلكم كل جديد. واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزة وفي السودان، الله ينصرهم ويحميهم ويكون معهم. والله يا جماعة بترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. وبسم الله ما شاء الله. مثل ما شايفين طبعا محدد انا على مكان التاكسي من خلال الخريطة، فرح ننطلق على مهلنا مشان ما نكسر السيارة كمان، لان الله وكيلكم هاي اللعبة فيها مشكلة انه بتتكسر السيارة بشكل يعني فورا، يعني عن جد فورا بتلاقي اذا بيوقف عليها عصفور يمكن تتكسر، عرفتوا كيف؟ فحاليا مثل ما شايفين طريقنا على مكان التاكسي، مكتب التاكسي طبعا قريب كتير من هون. طبعا اللعبة فيها كتير ميزات جديدة ضافوا لناها في التحديثات الجديدة وهيك، فاذا بتحبوا نجربهم وحدة وحدة ان شاء الله هيك في مقاطع، نعمل سلسلة ان شاء الله مزبطكم ما منقصر. حاليا هون على طرف اليسار في عنا مكان ل معلم كسرناها ما بصير. هون حبيت اورجيكم، هون في عنا مكان للشرطه، وما شرطه بصير تتوظف شرطي وتصير ضابط شرطه وهيك، عرفتوا كيف؟ فان شاء الله في اليوم القادم اذا بتحبوا نجرب هاي الشغله، يعني ان شاء الله بنظبطكم فيها. حاليا مثل ما شايفين جينا على مكان التاكسي، ندخل لجوا يا معلم عشان نستلم سيارتنا ونطلع على الطريق مباشرة. طيب وين راح نصف سيارتنا هاي مشان ما حدا يجي يسرق لنا اياها ويكسر لنا اياها؟ تعالوا نصفها بشي مكان هون مثلا. لحظة لنشوف. تعالوا نصفها هون. راح نروح للنقطة الصفراء هنيك وناخذ السيارة تبعنا، نستلم التاكسي تبعنا مثل ما شايفين. بس جينا لهون تضغط يس وهيك بيسلموك سيارة. طبعا حسب الليفل او حسب غالبا الوارد اللي بتجيبه فبيعطوك سيارة اعلى من، عرفتوا كيف؟ فحاليا رح يعطونا هي السيارة الكتير كتير يعني قديمة، فمضطرين نشتغل فيها مثل ما شايفين. وين حطوناها؟ هاي هي. طبعا شوف لي هالسيارة، يعني عن جد هاي في حالة الله وكيلكن. طبعا سيارتنا وين اختفت؟ ما بعرف، يمكن بتروح لحالة او هيك. خلينا نركب بالسيارة تبعنا مثل ما شايفين. هاي رح نشوف شلون رح يركب وناخذ أول طلب لنا في هاي السيارة العايفة حالة. طيب شو رح نسوي يا جماعة الخير؟ شغل. أول ما بتشغل شو رح ناخذ الطلب يا جماعة الخير؟ شو رح ناخذ الطلب؟ عم بيقول لي لازم تدور على النقطة الصفراء. حلو، أجانا شغل مباشرة. أوف كسرنا السيارة مباشرة كمان. فأخذنا الطلب، رح نطلع على الطريق الرئيسي من هون. الله يستر ما نعملنا شي حادث. المكان كتير قريب من هون، تقريبا 200 متر. هات لنشوف، روح نشوف شو هذا الطلب، شو وضعه. يلا يا معلم. هذا هو الطلب، يا عين عليك. وقف لي هون. اوف بس بنعفسه للزلمة. وينه؟ ركبت معلم. ركب كأني ركب وراي مباشرة هذا. طيب اعطينا خبر انه ركبت. طيب لف لف يا مدير، لف لف لف. هدي يا رب، توكلنا على الله. طريقنا تقريبا 600-700 كيلومتر، ان شاء الله نوصل باقرب وقت ما نتاخر. ما شايفين الراكب معنا من الخلف. رح احاول قدر الامكان اني ما اكسر السياره، رح امشي يعني بشكل قانوني وبشكل انه نخلي الزباين هيك يعني ينبسطوا وقت اللي بيركبوا معنا، عرفتوا كيف؟ هلا شوف راح يصير معنا، بس السياره شوي بطيئه يمكن. ضغطنا هون. اوف
في نيتروجين معلم شايفين، لاني تاخرنا على الزلمه كتير فانزعج الله العليم. يلا رح نوصل على كل حال، رح نوصل بسم الله. اهم شيء انه السيرفر ما فيه حدا مخرب لحد الان، يعني المخربين اليوم خفانين كتير، فما بعرف يعني من حظي انه ما في حدا اليوم. حاليا مثل ما شايفين وصلنا على هاي النقطة، توقف هيك اوف هدي يا عيني عليك، اعطانا 1250 شايفين يا عيني عليك. طيب بس ليش ما سكر الباب؟ حبيب سكر الباب يعني اذا ممكن، يعني والله عن جد انك انسان كتير غبي. اوف اجانا طلب بس صارت الدنيا ليل. مشكلة الطلب وقت اللي بيجيك انه ما بيعطوك هيك انه مهلة انه توقف السيارة. مثل ما شايفين طبعا السيرفر داخل فيه، انا نسيت اقولكم هو سيرفر عربي يا جماعة الخير، يعني شايفين على الطرف اليسار في كتابات باللغة العربية بشكل احرف مقطعة، ف يعني السيرفر فيه ناس عرب، وحتى ايام بيجيني ناس كتير بيسلموا علي وهيك بيقولوا لي انه خلينا نلعب معك وكذا، بس اعذروني يا جماعة الخير يعني عم بصير عندي اذا كان بدي اصور مقطع معكم وهيك في هاي اللعبة، ف يعني والله راح اطول كتير في المقطع و يعني ما بنعرف بدنا نسوي لنا هيك شيء فكرة، عرفتوا كيف؟ فكرة تكون هيك مدروسة، نسوي مقطع ان شاء الله. اذا بتحبوا نعمل هيك شيء تقولوا في التعليقات، الناس اللي بيعرفوا هيك الرتب الموجودة في اللعبة، طبعا في ادمنية يمكن في اللعبة وفي مجرمين وفي عصابات في الف قصة، ف يلي عنده عصابات في اللعبة اكتبوا لنا اساميهم في التعليقات، شو عندكم كم شخص بالعصابات وهيك، بلكي شي يوم هيك بنجرب ندخل هيك بشي عصابة نعمل مداهمة مثلا على الشرطة وهيك. طبعا اللعبة فيها ميكروفون يا جماعة الخير، بامكانك تتحدث مع الناس الموجودة في السيرفر بس من قربت عليهم تضغط على الميكروفون وهيك. بس اهم شي حاولوا انكم ما تسبوا، ما حدا يشتم حدا، ما حدا يغلط على حدا، مشان اول شغلة ما تعيف حق عليك، واحد اثنين مشان ما تنحذر، يعني يمكن تنحذر او بيجيك ابلاغات على هالشي هذا اذا كان عملت اشياء خطأ. طبعا لحد الان السيارة ما فيها ولا مشكلة، والتجربة في اللعبة تجربة التاكسي كتير عجبتني انا صراحة، بس لو السيارة اسرع شوي. حاليا وقت اللي عم نقرب على مكان فيه ناس كتير وهيك فبيصير فيه لاج يا جماعة الخير، هذا الشيء طبيعي ان كان بهي اللعبة وبأي لعبة تانية، يعني مثل لعبة محاكي الشاحنات الأوروبية كمان بيصير فيها الشيء هذا. لحظة رجع معلم سيارة، يعني يا دوب عم تمشي الله وكيلكم ويا دوب عم توقف. اعطونا 2000 مثل ما شايفين، شكرا كتير. بس ليش ما عم يسكروا لنا الباب؟ يعني والله انهم انا وناس اغبياء شوي. طيب فتحياتي لكم، ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، لا تنسوا الصلاه على النبي واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزه وفي السودان، الله يسرهم ويحميهم ويكون معهم، والله يا جماعه اترككم بامان الله وسلام.